الانيميشن دلوقتي يا شباب بتاع الجاز ماسك ما بقتش لما بتلبس الجاز ماسك يفضل على الشاشه، اتلغى خلاص. بينجا اقل من 10 دي انت بتلعب لعبه تانية حرفيا، دي بركات بتاعه واحد بيلعب اجريسيف. هو عمل تشتيت بالسموك دي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده يا شباب هنعمل رياكت على واحد من احسن اللعيبه بماوس وكيبورد في العالم من وجهه نظري طبعا، وهو مايدن. مايدن يا شباب من الناس الفعلا فعلا فعلا بتقدم محتوى ممتع، زيه زي ستريف، زي بلو، زي الناس دي كلها. فمن غير ما اطول عليكم تعالوا ندخل على الفيديو. طب يا شباب لما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه عندك، على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له القطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما، يعني اقرب سيرفر ليك علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجه اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمه دي شو ريجنال عشان يقول لك التوقيت، وبتختار التوقيت اللي بيكون متاخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على اللوبيز مثلا بتبقى اخف شويه عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجه بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتاثرش. تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست، ممكن تختار اف بي اس بوست ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم، كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود CXC30، هتعمل ريديم هتاخد 30، تاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربه، في ممكن تجربه لمده يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع على الفيديو. طب يا شباب رجعنا للفيديو ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا نزل كنترول، ده اللي داوتس اللي بيلعب بيها. الله، انا يا جدعان الشوت جن ده قوي ولكن ما بيلعب على بنج 4. طبعا يا شباب برضه عشان ايه تبقى الامور واضحه، مايدن بيلعب على بنج 4 فده بيديك ادفانتج رهيبه. ماذر فاكر ذا جيم جست ستارتد. بصوا يا جدعان فرق البنج بيعمل ايه؟ شفتوا فرق البنج بيعمل ايه؟ ولا صندوق لود اوت، فقفش الشوت جن، لسه ما قفش الاي ار بتاعه. لا قفش الاي ار والله، تصدق عاش قوي. You stole that. You stole that. Oh my god, bro. زحمة زحمة زحمة. لا لا الا الله. يا دين ام. Why did guys get it? That's actually kind of insane. Cuz he was pistoling someone. يا الله الشوت جن ده يا جدعان، عشان بس الناس بتقول ان هو بروكن او حاجه، هو قوي، هو قوي جدا كمان، يعني هو كسلاح قوي جدا. ولكن يا جماعه في حاجه بس لازم نفهمها، السلاح ده انت لو مسيت فانت في، يعني انت 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 محطوط في موقف محرج حرفيا، انت بتبقى في وضع حرج لو مسيت. هو مش بالقوه الرهيبه. انا في فيديو المفروض انا بكلمكم، في فيديو كان نزل عن الريفيتر، انا بلعب بالريفيتر بقالي فتره. الريفيتر يا جدعان هو مش بنفس قوة ده، ولكن الفاير ريب بتاعه يعني يشفع له الصراحة. لا اله الا الله يعني البنج، البنج رهيب، البنج بتاعه رهيب يا جدعان. بنج 3 4 دي يعني انت حرفين بتلعب لعبة تانية. لعبة تانية خالص. Let's go, I stole a specialist off the ground. بص بقى رجالة،
مايدن انا شفته في الستريم كان بيعمل ايه، عنده بلاي ستيشن تمام، بيعمل جوين على البلاي ستيشن حلو، وبيخلي البلاي ستيشن الكارت اكونت لسه جديد يعتبر ليفل مثلا 25 حتى 28 حاجه زي كده، بيخلي البلاي ستيشن الكارت، واول ما يلقط لوبي بيقوم ايه بيعمل ليف للبارتي، فمين اللي بيكمل الاكونت الاساسي بتاعه. فطبعا بيخش لوبي بتبقى ايه حرفين شاربه خره، لوبي ما جاتش عشان بس الناس تبقى فاهمه، والراجل صريح وواضح جدا في الموضوع ده، ما بيلفش ويدور. ماشي الله انا مفنش. I was kidding, I was trying to get an angle to kill him. ليه الواد ده؟ لا اله الا الله يا جدعان، فرق البنج يضايق. Bro, lock in, I'm doing good this game. I'm calling PA on top. They're just they're four stacked on the building. They're shooting me up. Got one. يا لهوي يا جدعان، 14 كيل وما خرجش حرفيا من نفس المكان، انتوا متخيلين؟ هيضرب الكلاستر ماين. ايوه ايزي 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 ايزي. العيال نزلت فوق. الناس عماله ايه؟ الناس بتتكسر فوق. واحد داون. Like I've called in like 20 PAs, fucking 50 mortar strikes. About time, holy shit. واحد شايفهم ظهره. ناحية السفينة أعتقد. لا إله إلا الله. Hey bro, I'm almost on 40, bro. That's cool. That's not a sight. Bro, like I can't, bro. Enemy destroyed. Hush, yellow. Hey, bush. Hey, bush. واحد وراه كمان. حلو. يا ابن اللعيبة. يا ابن اللعيبة على الستان. برضو يا شباب البينج. البينج رهيب. البينج رهيب. انت بتلعب لعبة تانية حرفيا يا جدعان في البنجات اللي زي دي. بنج اقل من 10 دي انت بتلعب لعبة تانية حرفيا. لو تاخدوا بالكم هتلاقوا معظم الناس ما بتضربش عليه اصلا، يعني مش شايفينه. هو في واحد كان هنا حالا. ده طلع فوق بقى ولا في طب في بريسيجن حضرتك. بالك. انت معاك. هو الواد ده اللي كان تحت بريم ستيريو ده. Bro, this game is insane, bro. We're playing Doom. How many kills you on? I'm on 23. We're playing Doom. Quad. Rush fit. حلو انتوا كده شايفين وشه اهو شغال. ايوه اوكي سنجي لوك ان هل فوقي ام جيتينج فور ستاك ما ضره. Lock in, say low. Please. Bus. I'm on 30 with 30 basically, bro. I gotta get my kill. 8 seconds.
If you find like a loading crate or something. تقريبا على الله حكايته. واضح من عمره عمره عمره. انت بتلعب بباكات ايه بقى اصلا؟ مايدن بيلعب باس تي جي وريكليمر اللي هو الشوت جان زي ما كان ظاهر في اول الفيديو. البركات اللي بيلعب بيها دبل تايم سلايت اوف هاند تمبرد وها اليرت. حرفيا حرفيا دي بركات بتاعت واحد بيلعب اجريسيف ده بيوش بس حتى ما فيش ماونتينير لا عايز دبل تايم وسلايت اوف هاند. Like what? I paid it. It's all on you. Stay alive so you're ارمي يا باشا الامو. I'm caught I caught a mortar on it. You can land back on there if you want. Find him, find him. I'm on 20. لا اله الا الله ايوه بدل ما يبوظ ده ده يفنش ايوه البركات بتاعته اهي حلو 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 سرقها منه This is a cover واحد جنبك يا ابني واحد جنبك يا ابني يا نهار ازرق بتعمل ايه still alive, still alive, still alive. Peace. Stay alive. 29. بص يا شباب بس عشان ايه يعني ده دليل قاطع دليل قاطع ان الراجل ده ما فيش مش بيتشيت الواد قدامه هو مش واخد باله انت لو بتهاك معاك مثلا وولز او معاك حاجه مستحيل ما تشوفوش مستحيل الا بقى لو من ظهرك دي حاجه تاني مستحيل ما تشوفوش انا عن نفسي خدت باله منه بس هو مركز مع اللي بيجري تحت انما هو الواد موجود لو انت بقى معاك وولز او معاك حاجه الحاجات دي هتبقى ظاهره لك He's just on top, like on the half part of the whole entire roof. He's on that very top. Okay, he just fell down. He's by the ammo crate. 4 seconds. Very good. المفروض انه جابه. Easy. يعني ال FGX ال SMG الحرس ده سلاح جميل. سواء كان السلاح العادي او Give up, I'll buy you. He cluster. Rock. Behind you, behind you. Oh, no, no. Precision. Holy shit. What for you? Hello, 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 hello. Ali, Izzy. Ali, Izzy. On the roof. شايف يا نهار ازرق يا جدعان عرق يا نهار ازرق top our part and one half part عارف كل حته يا شباب كل حته هيطلع لهم هيبشهم استمات واقع على الارض I'll buy you, I'll buy you. I have like no mobility. I'm calling a mortar on me. مش حلو قوي. هو عمال بيستفيد من الكيل ستريكس عمال كل شويه بيقوم ضارب مثلا مورتر يضرب بريسيجن عشان يبعتر الدنيا فوق لان في زحمه فوق. بس هو الفكره ان مكانه مش حلو ان هو تحت دايما الشباب لما انت بتبقى في 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 لو جراوند او انت تحت وفي ناس فوق الادفانتج دايما او الافضليه دايما على الناس اللي فوق دايما اللي فوق معاه افضليه الا بقى اذا انت مثلا هتلعبها غاز بقى معاك جاز ماسك بقى وبتاع ومظبط دنيتك دي هنا ممكن هتقف بقى لازق في الحيطه بحيث ان هو وهو بينط تقوم انت لقطه دي برضو نقطه تانية انما انت الصح طالما انت ماسك هاي لازم تبقى مامن نفسك دايما معاك جاز ماسك الانيميشن دلوقتي يا شباب بتاع الجاز ماسك ما بقتش لما بتلبس الجاز ماسك يفضل على الشاشه اتلغى خلاص يعني انت دلوقتي مجرد ما بتلبس الجاز ماسك بتلاقي الشكل بتاع الجاز ماسك بعد كده بيختفي
انت ماشي لابس الجاز ماسك بس هو مش ظاهر على الشاشه، عشان بس في ناس فاهمه ان هو لسه الانيميشن موجود، الانيميشن ده ملغي بقاله فتره. فالبس جاز ماسك، كل ما تلاقي جاز ماسك البسه. ليه؟ هينفعك في مواقف زي دي. انت ماسك هاي يا باشا، اقف استنى اللي تحتيك يتحركوا، مجرد ما يتحركوا يا باشا اقفشهم ايزي ايزي، نمل بيعدي قدامك. تمام. Toppers in my house. I'm on 32. I can honestly bring my PR here. لا اله الا الله. ما تقوليش انه بشو ده، يبقى غبي لو عمل كده. واحد تاني، واحد تاني، واحد تاني يمين. خلو لما يبقى ينجلك اربعة وتدمش كده. I'm dead. It's a full team down here. So four. Bro, I don't have anyone there. You win. صح يلا، صح يلا. بصوا يا شباب، ايه اللي هو عمله دلوقتي؟ هو واقف فوق على السور، انت بتتبش. لو انت معاك ستيم بتضرب ستيم، معاك سموك بترمي سموك مكان ما هتنط. مش بترمي سموك عليه، بترمي سموك مكان ما انت هتنط. هو رمى سموك مكان ما هينط وعايز يخش، عمل نفسه عمل ايه؟ هو عمل تشتيت بالسموك دي، وراح واقف مستنيه، لانه كده كده لازم هيقف على السور يبيك، لازم هياخد عليك انجل عشان يتحول انه يدونك. انت بقى بتسبق، انت واخد وضع عنه، هو لسه هيطلع السور، انت بالفعل كنت نطيت تحت وهو باصص، راح ضرب على طول. الواد راح ايه؟ راح راجع. لو كان داونه كان هيبش، لانه مداون بالفعل واحد فوق، وكان ممكن يعمل روتيشن، كان هيقوم ناطط تحت ولا طالع لهم السلم. تحت هنا، تحت هنا بالظبط. واحد كمان. صح كده، روتيشن، امسك الزاويه. ده حظك الصراحه. اه بصوا يا شباب، نط ارمي سموك، اعمل ديستراكشن، اعمل الهاء. هيبوش، هم شماله هنا. اجراره كذا واحد، اعمل اللود، روتيت عادي جدا، مش لازم مش لازم تخش ال... طلع زط في الزيطه، خد له ايه كلتين. زيت يا باشا، زيت يا باشا. عاش قوي يا جدعان. لا لا لا، الله اكبر عليه الصراحه. لاعب ماوس وكيبورد، الله اكبر عليه بامان الله. يعني فليكات واللفات والحركات ادي طبعا. خدوا بالكم برضو، بنج عامل اساسي بس هو مستغله صح. كلات ايزي دي المفروض، بس هو ايه مش عايز يتغفل. صح كده، ريلود يا باشا براحتك خالص. اه لا ما تموتش كده. ايوه ايوه، عش قوي عش قوي. يلا ده اللي هو كان مدونه من شويه، رجعوه بريسيجن. اوه مكانها وحش جدا يا جدعان، مكانها وحش جدا. ده مات. Oney, oney, oney. On the buy, oney. I'm on 44. Let's 45. Let's fucking go, bro. عش عش عش. Oh my god. طب يا شباب، ده كده كان رياكت على مايدن، كان بيلعب دو كواد، كانوا عاملين، هو عمل 45 كل. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله المستوى بتاع الواد عامل ازاي. البنج عامل مساعد، البنج ده عامل اساسي يا جدعان، ما نقولش عليه عامل مساعد، هو عامل اساسي. كل ما بنجك بينزل كل ما ادائك بيكون احسن، خصوصا بقى لو انت لعيب، يعني ده بيساعدك انك تتطور. تمام، الناس اللي بنجها عالي وبتبقى مستواها عالي يا جدعان، ده لو لعب على بنج قليل اتفرجوا عليها هيعمل ايه.
فالصراحه الراجل انا مش شايف فيه اي حاجه يعني. انا شفت له بشوف له لايفات وبشوف هو عموما بشوف له محتوى, الراجل ما فيهوش اي حاجه نهائي. الواد لعيب جدا ومستواه اصلا ما شاء الله بيتطور, يعني مستواه من شهور ما كانش زي دلوقتي, مستواه بيتطور باستمرار, فدي حاجه كويسه جدا. فده كده كان الراجل ما فيهوش اي حاجه, الراجل لعبه مظبوط ولعبه تمام وزي الفل. وده كان رياكت على مايدن, هسيب لكم لينك الفيديو بتاعه تحت في الديسكريبشن لو حابب تخش على الشانل بتاعته. وده كان رياكت النهارده يا شباب, والحمد لله احنا بقالنا فتره بادئين لايفات بنطلع ستريم, بحاول ان انا اظبط القصه دي ان شاء الله. والواحد ايه بدل ما بنبقى قاعدين كده, لا بنبقى قاعدين مع المتابعين وبنتكلم وبنضحك ونهزر وكده يعني. فاتمنى يا شباب ان ايه يكون الموضوع كويس وحده الاستريم تكون عاجباكم, وعايزكم تخشوا على الرياكشن روم اللي في الديسكورد. خشوا الديسكورد يا شباب وسيبوا لي لينكات. اهم حاجه لو في لعيبه عرب او في لعيبه لسه جديده القنوات الجديده, لو سمحت ترفع الفيديو بجوده كويسه لو سمحت, لان انا مش هعرف اعمل رياكت على فيديو انت رفعه بجوده تكون مش حلوه, الموضوع بيبقى صعب تمام. فلو سمحت بس ده الطلب رجاء يعني, عشان نعرف نظبط الدنيا دي. وما تنساش اللايك وشير والسبسكرايب, وعايزين يا جماعه نكبر العيله بتاعتنا ان شاء الله, اعتماد على الله ثم عليكم في القصه دي. وعايزين نقفل السنه دي ان شاء الله واحنا 10000, اكتبوا ال 15000 ولا 10000, الحمد لله احنا دلوقتي داخلين على 8000, فالحمد لله رب يعني ايه بناخد خطوات كويسه لقدام. بس يا شباب وده كده كان الفيديو النهارده, اشوفكم على خير ان شاء الله.